لقد تم تصميم تقارير لأول مرة تحدث في مصرف ليبيا المركزي أن تصمم تقارير توضح أمام البنك المركزي الصورة كاملة على كامل ربوع ليبيا، ولن تكون هناك سيولة تخص المدن الكبرى فقط، وإنما بهذه التقارير ستكون الصورة واضحة أمامنا، بحيث أن المصارف في ليبيا بالكامل المصارف التي لا يوجد فيها اعتمادات ويكون هناك فائض سيولة في المدن الرئيسية لن يسمح بأن توزع السيولة بأسقف مفتوحة، وإنما يجب الحد من هذه الأسقف لكي نوفر سيولة ونقوم بنقلها للمناطق التي لا يوجد فيها اعتمادات. كيف أن نحن نعلم جيدا أن السيولة ستتحسن بشكل سريع في المدن الرئيسية، وخاصة مدينة طرابلس ومدينة مصراتة ومدينة بنغازي، ولكن هذه المرة وضعت نماذج تقارير توضح لنا الصورة كاملة على ربوع ليبيا، بحيث يتم نقل هذه السيولة وفائض السيولة إلى القرى والمناطق البعيدة عن العاصمة وعلى مدينة بنغازي وعلى مدينة مصراتة. هذه التقارير تم تصميمها، حيتم تسليمها لإدارة الرقابة على المصارف، حتوزعها على المصارف التجارية. لا نتجاهل أن نحن نمر بظرف صحي استثنائي، هذه إنهاء السيولة في خلال 3 أسابيع أو في خلال شهر، هذا يتطلب تمديد ساعات عمل وأن يكون المصارف تشتغل يوم السبت وأن يمتد العمل إلى الساعة 5، ولكن أيضا أمامنا ظروف استثنائية. الوزيزة كم يعني أسابيع ولا أشهر سيد مصباح؟ لا نقول أشهر وإنما نقول أسابيع. أسابيع سيلمس المواطن الكريم بيده تحسن كبير في السيولة. لما نتكلم على فترة أطول، وهي مثلا انتهاء الربع الأول من سنة 2021، في هذه المسافة الزمنية أنا أؤكد لك أن لجنة تعديل سعر الصرف ستكاتب مجلس إدارة مصرف ليبيا بسحب جزء من الإصدارات الموجودة في التداول نتيجة اكتفاء المصارف وامتلاء خزائنها وخزائن البنك المركزي أيضا من العملة الورقية. اليوم لابد أن نبشر المواطن الكريم بالآتي: بعض المحلات وبعض السلع أعلنت تخفيض في سلعها على سعر 4 دينار و44 قرش الآن، ونحن قلنا وللمرة الألف إن هذا السعر ليس سعر ثابت وإنما هو سعر متحرك إلى الأسفل بإذن الله. إذن إحنا لابد أن نبعث برسائل مطمنة للمجتمع الليبي ونضع أنفسنا أمام المسؤولية القضائية في ليبيا إذا كنا نحن نسوق الوهم كما تقول بعض الصفحات الفيسبوك سمحهم الله.